إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في قناة أحباب الزراعة، معكم مهندس خالد توفيق. النهاردة هنتكلم عن مكافحة حشرة سببت أمراض واكتئاب وأرق وتلوث في كثير من البيوت والمنشآت، وذلك بسبب سرعة انتشارها وسهولة تكاثرها، وهي حشرة الصرصور الألماني. وتسبب أيضا هذه الحشرة في وقوع مخالفات على بعض الفنادق والمطاعم والمستشفيات ونفور العملاء والرواد من تلك المنشآت، ونزول تصنيف تلك المنشآت في نطق النظافة والصحة. الاسم العلمي للصرصور الألماني هو بلاتيلا جيرمانكا، والاسم الإنجليزي ليه جيرمان كوك روشيز. وده للجماعة اللي عايزين يتعمقوا أكتر في معلومات عن تلك الحشرة. طيب، ينقل الصرصور العديد من الأمراض، وينقل أيضا بيض الدودة الشريطية والإسكاريس والإنكلستوما، وينقل أيضا البكتيريا المسببة لأمراض عديدة مثل تلك المسببة للإسهال عند الأطفال، والتسمم الغذائي اللي هو السلمونيلا والتيفود، ومسببة أيضا لحبوب الوجه والدمامل والخراشات. يعني تأكد أن الصرصور ده لو منتشر في البيت ولقيت بيجيلك وجع مستمر في المعدة وحبوب وإسهال، فهتكون بسبب الأمراض اللي بينشرها ذلك الصرصور. حشرة مؤذية جدا في نقل الأمراض فعلا. دورة حياة الصرصور من الفقس إلى الموت حوالي 18 شهر إلى سنتين. بعد تلقيح الأنثى يتكون كيس البيض، واللي بيكون في مؤخرة الصرصور، والكيس بيحمل متوسط 30 بيضة. وقبل الفقس بقليل تضع الأنثى كيس البيض في أحد الشقوق، ويفقس البيض بعد شهر من تكونه، ليتحول إلى حوريات تظل تنسلخ من 8 إلى 12 مرة خلال 8 شهور، لتصبح حشرة بالغة متوسط طولها حوالي 1.3 سنتي، ثم تكون جاهزة للتزاوج. المشكلة الأكبر أن الأنثى بعد ما تضع البيض تكرر دورة التزاوج، ما شاء الله، يعني تفضل تتزوج كذا مرة لمدة 6 مرات بعد ما تضع البيض ثم تموت. يعني الأنثى الواحدة ممكن يكون لها أحفاد بالألاف بعد سنة واحدة. وده يلزمنا أننا ما نستهونش بمكافحة تلك الحشرة حتى لو كان عددها قليل. وتتغذى الصراصير على بواقي الطعام وفضلات الحيوانات والإنسان، وممكن يمشي على وجه الإنسان أو على جسم الإنسان وهو نائم ويلتهم الجلد الميت والشعر. طيب، تعال نشوف أسباب انتشار حشرة الصرصور الألماني بالمنزل أو المنشأة بصفة عامة. أول حاجة وجود شقوق وحفر كثيرة في جدران المطابخ والحمامات والغرف، وخاصة التي تطل على المناور، وعدم وجود عتب محكم على المداخل وباب الشقة أو المنشأة العمومي. طيب، تاني حاجة وجود فضلات طعام في أماكن المعيشة أو السفرة أو الغرف. يعني يجب ناخد بالنا أننا نحدد مكان واحد فقط لتناول الطعام، وبعد تناول الطعام يجب علينا التنظيف مباشرة، ويكون مكان تناول الطعام غير مليء بالمفروشات. الناس اللي بتتناول وجباتها على السرير وفي غرف النوم خطأ كبير جدا. أذكر مرة تعرضنا لغرفة نوم مصابة إصابة حرجة بالصراصير الألماني. لو بصينا كانت المراتب يعني محشية بجانب الأسفنج صراصير، مشهد فظيع كأنه حشو، والصراصير كانت على الحائط كأنها طلاء أو دهان، منظر تقشعر منه يعني. وعرفت انهم كانوا بيستخدموا غرفة النوم دي في تناول الطعام
وطبعا مع اهمال بواقي الاكل المتبقيه كانت بؤر جذب وتكاثر خصبه للصراصير. رقم 3، عدم التنظيف المستمر والفوري للمطابخ والحمامات وكثره الكراكيب فيهم، دي بتعمل على انتشار الصراصير. فانت تحاول تخلي مطبخك بسيط جدا سواء في الفندق او في المنشأة او في المستشفى او في البيت او في الشقة، تمام؟ خلي مطبخك بسيط غير متزاحم، يعني سيراميك ورخام والمونتيل بس، حاجات سهلة التنظيف وحاجات تكون واضحة قدامك. وبرضو ترك اكياس وصفائح القمامة فترة طويلة بالبيت او داخل المنشأة او على ممرات السلالم دون تفريغها او تنظيفها، ده بيكون سبب قوي لتكاثر الصراصير. رقم 4، تدخل الصراصير عن طريق قاع اسطوانة انابيب الغاز من اسفل او ادوات المطبخ المستعملة او في بعض شبك اكياس الخضار خاصة البصل، تلاقي مع اكياس البصل بيجي صراصير، او اي حاجة مستعملة انت جايبها كانت بتستخدم في الطعام وفيها بواقي طعام او كده من قبل، من طاولات قديمة او ثلاجة او بوتاجاز مستعمل. ومش بس بيكون فيها الصراصير، ممكن يكون صاحبها نظفها من الصراصير، لكن ممكن يكون فيها بيض صراصير مخبأ داخلهم. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي لان هي بتكون سبب انتشار هذه الحشرة المزعجة. طيب ازاي اكافح الصراصير بقى؟ شوف، هو موضوع مكافحة الصرصور الالماني هو السهل الممتنع، ومش عايز منك بس غير ترتيب نقاط وتركيز، وهم كلهم خطوات بسيطة لكن مهمة، وان شاء الله الصراصير هتختفي نهائي من المنشأة عندك او من بيتك. اول حاجة في خطوة اسمها خطوة الرش، وتاني حاجة في خطوة اسمها خطوة الطعوم السامة، ولازم تعمل الفرق بين الخطوتين، يعني ما ينفعش ترش مع الطعوم، تمام؟ ويكون الفرق الزمني بين الخطوتين دول اسبوعين، اول حاجه الرش، تاني حاجه بالترتيب كده، تاني حاجه الطعوم السامه، والفرق اقل حاجه اسبوعين ما بينهم، ولا يجوز علميا جمع الخطوتين مع بعض. اولا الرش، معلومه لازم تعرفها مبدئيا كده، ان الصراصير بتتنفس عن طريق ثغور في كامل جسمها، فلو المبيد اترش او انتشر او لمس جسم الصرصور كده قضي عليه. وخد بالك كثافة الصراصير هتكون متواجدة بكثرة بالترتيب كده تنازليا، اولا في المطبخ ودواليب الخزين، ثم الحمامات، ثم غرف تناول الطعام، ثم غرف المعيشة، ثم اخيرا غرف النوم. ده غرف النوم ولو مش بتتناول فيها طعام برضو بتكون موجود فيها بس بصورة بسيطة. خد بالك بقى من الخطوات اللي هي المكافحة القادمة. أول خطوة هتعملها هتقوم بتنظيف البيت أو المنشأة من أي مخلفات أطعمة أو كراكيب في داخل المطابخ والحمام، وأقوم بإخراج سلال المهملات منهم وتفريغها. وكلما قلت المحتويات الخشبية داخل المطبخ أو أماكن تحضير الأطعمة كان أفضل، لأن الخشب قد يحتفظ في أنسجته ببواقي الأطعمة، تمام؟ وأيضا ممكن مع الرطوبة ومع الوقت بيبتدي يعمل شقوق بداخله، وبتكون سهلة الاختراق من الحشرات والتكاثر بداخلها. بعد كده أبتدي أفصل الكهرباء عن المطبخ، وأحرك الثلاجات والغسالات والمناضد والأنابيب، ده لو عندي نظام الأنابيب في الإشعال والطهي، وأخليهم في وضع مجسم. يعني إيه وضع مجسم؟ بحيث إن أنا أقدر ألف حواليهم يعني، تمام، وأقدر أرشهم من كل الجهات، وأيضا الأفران والبوتاجازات، وأقوم بفصل الغاز عن البيت لو أنا بستخدم نظام الغاز الطبيعي، وأقوم بإخراج الأطعمة والخزين من المطبخ استعدادا للرش عشان ما يجيش عليه أي رش. وأنا كده كده لازم أستخدم مبيدات صحة عامة، يعني مش مبيدات هتضر قوي، لكن برضو ليه؟ عشان الحفاظ على نظافة الأطعمة من المبيدات، تمام. بعدين أبتدي أظلم المكان لمدة ساعتين
بدون اي ضوضاء، لان الصراصير هتنشط وتخرج من مخابئها عند عدم سماع صوت او عندما تجد المكان مظلم. خلي بالك من النقطة دي، يبقى ساعتين عشان انشطهم واخليهم يطلعوا. اكون انا بقى مجهز بخاخة 9 لتر حجمها يعني، تمام، بعبيها كيروسين او الجاز الابيض، تمام، وبروح عند بتاع المبيدات بجيب منه زجاجتين مبيد، واحدة اسمها سايبر مسرين وواحدة اخرى اسمها ديزانون. في عنده احجام 0.5 لتر، انت جيب الاحجام الصغيرة دي. طيب، وبعد ارتداء طبعا ملابس الامان من قفازات وبلطو ونظارة تحميك من الرذاذ بتاع المبيد وكمامة، بضيف على كمية الجاز المذكورة اللي هي 9 لتر بالبخاخة حوالي 150 ملي لتر من السايبر مسرين و 100 ملي لتر من الديزانون، ثم اخلطهم جيدا. يعني احنا نقول مثلا هتحط 3 غطيان من السايبر مسرين وغطيين من الديزانون، وابتدي اخلطهم جيدا، يهمني جدا الخلط، تمام، وابدا ارش بدقه في الشقوق وعلى الارضيات والحواف وضلف الدواليب وعلى الشبابيك والفريمات وداخل الافران وخلف الثلاجات، مع تجنب ملامسه الجزء الكهربائي او الالكتروني. وخلي بالك انا فاصل الكهرباء، احاول استخدم مثلا بطاريه وانا برش، وبرضو ارش على السوكلو والكرانيش واسفل الاجهزه وداخل الدواليب، ما خليش حاجه الا مرشه، وبكثف كميات الرش كلما زادت الصراصير. وبعد ذلك اغلق المكان اللي انا رشيته لمده لا تقل عن 6 ساعات، واكرر نفس اعمال الرش في باقي الغرف برش ترابيزات السفره من الأسفل ومن الجوانب ورش تحت الكنب والكراسي، لا تترك أي شيء، والغرفة التي ترشها تغلقها لو حتى هتكمل رش الوحدة على عدة مرات. يعني مثلا لو النهاردة مثلا أو هرش على يومين مثلا الوحدة، أي غرفة أنت رشيتها أقفلها ما تفتحهاش لحد ما تخلص كل الغرف، تمام، بس المهم لا تترك مكان لم يرش. وما تنساش تاخد معاك المناور والدكات اللي بتطل عليها او على الاقل المساحة التي امامك، وطبعا بتكرر نفس مناسيب التركيبة لو خلصت منك، اللي هي اللي احنا المناسيب اللي احنا قلناها بالنسبة للمبيدات والجاز الابيض. بعد كده ارجع اسد الشقوق بقى، بعد ما خلصت انا رشيت، خلصت رش خلاص، اسد الشقوق والاخرام اللي بالجدران بالاسمنت والمعجون، ومهمة جدا الخطوة دي. انا رشيت ودخلت لهم المبيد جوه، اقفل عليهم بقى. طيب، هل كده احنا قضينا على الصراصير؟ الحقيقة بص احنا ما قضيناش عليها بصورة نهائية، يعني ممكن نقول 80%، انا بقول لك الصح، بكلمك بصورة علمية. طيب، ايه السبب؟ ان ممكن تكون بعض الاكياس البيض مخبأة بطريقة انت مش شايفها، تمام، وبتكون محملة باجيال، ودي ممكن تطلع لي في اي وقت. وفي بعض الصراصير تكون مخبأة في اماكن برضو موصلهاش اللي انت وانت بترش ما خدتش بالك منها. يبقى هنقول 80% ممكن الرش يقضي لي على الصراصير، لكن هيفضل حوالي 20%. 20% دول لو اهملتهم هيرجعوا لي بعد فترة، هيبتدي يرجع لي الصراصير تاني. طيب، هيبتدي يظهروا امتى بقى؟ هيبتدي يظهروا بعد 3 اسابيع من الرش، اللي هي الجزء اللي هم الصراصير اللي هي استخبت. وبعد ما ريحه المبيد تروح اللي هي 3 اسابيع هيبتدي يظهروا، مش تأثير المبيد، هي ريحه المبيد اللي هتروح، فيبتدوا يظهروا، تمام. وهي لما هتظهر هتكون شهيتها مفتوحه للتغذيه، جعانه بقى قاعده مده بتاكلش. اكون انا بقى مجهز الطلعة التانية اللي هي هتجيب نهايتهم ان شاء الله داخل المنشأة بتاعتك.
أكون أنا مجهز الطعوم السامة في الأسبوع التاني. وفي نوعين من الطعوم السامة أنصحك إنك تتعامل بيهم وقد أثبتوا كفاءتهم. النوع الأول اسمه باودر كيلر بيت، وده ثبت فعاليته، بس تجيب النوع الأصلي والكيس خلطته جاهزة. بتقسم الكيس على نصفين وتحطه على غطيان زي غطيان علب الزبادي مثلا، وتبدأ عملية التوزيع على أركان المنشأة والغرف وفي أماكن جانبية غير واضحة. يعني حط الصرصور في أماكن غير واضحة عشان ما يتجرأ ويتشجع إن هو يأكل منها. مساحة الغرفة 16 متر مربع، ممكن نحط إيه تاخد فيها 4 أكياس، يعني 8 غطيان. احنا قلنا بنقسم الكيس على على 2. اما النوع الثاني من الطعوم بيكون سرنجات او حقن، وده بيكون في المكاتب والاماكن الحرجة وعلى حواف الاجهزة الالكترونية، وده بيكون حقن جل. واحرص ايضا على نوع جيد واصلي من حقن الجل، ومن اجود انواع حقن الجل نوع الماني اسمه ماكس فورس. انا بديك الاسامي اللي هي ان شاء الله، او وفي حاجات طبعا تانية كويسة، بس انا بقول لك الحاجات اللي احنا جربناها ومتأكدين منها. بعد ذلك اطمن ان شاء الله هتنتهي الصراصير من المنشأة او البيت نهائي لمدة تصل لسنوات. وخد بالك لازم تعمل عملية تنظيف خفيفة بعد عملية الرش، علشان انت هترجع الأطعمة والأواني مكانها، وتنظف طبعا مكان الحشرات الميتة، وتنظف مداخل الأفران ومداخل الأجهزة الكهربائية عشان ما يبقاش في ريحة مبيد متواجدة في الأطعمة أو كده. وخد بالك ان نجاح المكافحة لازم بتنفيذ تلك الخطوتين معا، رش ثم يتبعه بأسبوعين على الأقل الطعم السام. وخد بالك ما ينفعش تضيف الطعم مع الرش في وقت واحد، لازم يكون الفرق بينهم أسبوعين على الأقل زي ما ذكرنا، بين الرش وبين الطعم السام ما يقلش عن أسبوعين. وإن شاء الله مش هترجع لك تاني، بس بشرط تاخد بالك من أي أجهزة أو دواليب داخل مطبخك أو بيتك، وعدم تناول الطعام في غير الأماكن المخصصة له مع التنظيف الفوري. ويجب إفراغ فضلات الطعام وسلة المهملات بسرعة وبصورة دورية لكي تحافظ على صحتك وصحة أسرتك والعاملين عندك وجودة منشأتك. وللاستفسارات كلمونا على الإيميل إن شاء الله نرد عليكم. كان معكم مهندس شادي توفيق من قناة أحباب الزراعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.